ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله عن بعض السلف أنه قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وكان ابن تيمية أحياناً يقول وفي الأثر، وبعد البحث وجدت أن هذا الأثر حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا في التوكل، لكنه حديث ضعيف لا يصح. إذن قال بعض السلف: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله.